أول سؤال بيقول 69 year old man is admitted with night sweats, weight loss, anorexia over the past 3 months. He has hypertension and has undergone a dental extraction some 10 years ago. Although since then he has refused to see the dentist. مش بيروح لدكاتره السنان يعني. تمام تمام وهنقول اللي هنعلق على الجمله دي برضو. His blood pressure 132 على 88 مليمتر ميركوري والبلس 85 ريجولار وعنده ايجكشن سيستوليك ميرمر وذير ار كراكلز ان بوث بيزز اون اوسكالتيشن اوف ذا شيست. His abdomen is soft non tender with no masses. طيب اللعب بتاعه الهيموجلوبين بتاعه قليل 9، الوات بي سيز عالية شوية، البليتلت كويسة، صوديوم بوتاسيوم كرياتين، بس عندنا البلاد كالتشر مطلع علينا ستريبتوكوكس سنجوينس. تمام ها نوم سب تايب منها اشرف ولا ايه؟ طبعا هي حته ان هو فيريدنز فيريدنز تمام. قصه ان هو هي ريفيوز تو سي دنتست دي بتقول لنا من زمن من 10 سنين ان هو عنده دنتال بقى يعني عايز السورس بتاع البكتيريا دنتال. لا انا قصدي من 10 سنين ما زارش دكتور السنان يعني مش بتقول لنا ان هو برضه باد دنتال هايجين يعني ولا لا؟ ممكن بصوا بنتوا طيب هنا which following the most appropriate investigation to establish the origin of the bacteria هتبقى ايه؟ الاورثو بنتو بنتوموجرام ماشي صح. طيب هنا بيقول ستريبتوكوكس سانجوينيس سانجوينس سانجوينس exists a part of normal mouth flora although in circumstances of poor oral hygiene a homogeneous spread may occur leading into carditis particularly affecting the aorta or mitral valve. An orthobentomogram is the most appropriate investigation because it may identify a dental abscess as the underlying cause of homogeneous bacterial spread. تمام كولون دي قلنا اسمها جاليولوتيكس بتبقى هي اللي بتبقى فيها السبب. لو قال لنا جاليولوتيكس يبقى ممكن نعمل كولونوسكوبي. تمام طيب سؤال تاني بيقول 62 year old man who has suffered ST elevation myocardial ischemia يعني is treated with left anterior descending stent and is now taking a combination of aspirin and ticagrelor. Which of the mode of action? Mode of action of tica? B2 white lipid inhibitor. والglycogen الglycoprotein 2B ده كان بتاع الابكسبان الاجريستات يعني. والفايبرين انهبيتور ده كان بتاع ايه؟ الدابة بتاع الدابة والحضاء فاكتور 10 اكتف انهبيتور اكتيفيتد فاكتور 10 انهبيتور اللي هو كان الايه؟ هو انتي كوكولنت او عن طريق الريفروكس الريفروكسابان ولا بيكسابان والجماعة دول هو فاكتور 10 انهبيتور دوكسس الفايبرين انهبيتور دول اللي هي الالتيبليز الفايبرين انهبيتور الالتيبليز ايش هو اشرف؟ لا مش عارف التبليز مثلا فايبرين انهبيتور الفايبرين انهبيتور لا الفايبرين ايه ده الدابه دي بقى الدابه جتران دابه جتران دابه جتران دابه جتران انتي ثرومبين دايركت انتي ثرومبين انهبيتور مش دابه جتران هو شيء كاتب هنا ايه دابه جتران از ا بوتنت كومبيتيتيف ريفرس ثرومبين انهبيتور هو يعني هو جاوب بطريقه غير مباشره يعني دول هو الثرومبين بيحول فايبرينوجين لفايبرين فايبرينوجين لفايبرين
بالظبط كده. فلما يقول لك فايبرين انهبيتور هي نفسها فايبرين انهبيتور نفس ال... تمام. كويس ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده. هو ده بيحول قلنا الفايبرينوجين لفايبرين، فهتقفل نقفل القصه دي. فممكن نقول ثرومبين انهبيتور، او نقول ايه عشان الفاكتور ده اللي هو اللي بيحول، او الناتج النهائي اللي هو الفايبرين انهبيتور، ماشي، سواء بالاكشن. تمام اوكي. طيب حلو. سؤال ثالث بيقول 54 year old man is referred to a hepatology clinic for review. تمام. Although he claimed that he only drank 2 pints of beer per week, his wife tell you privately that he drinks considerably more. He has a blood pressure 155-92 millimeter mercury, البلس 80 وريجولر، وفي number of spider nevi and is obese with body mass index 32. بس هو الكحول ومش 2 بنتس، بس هو بياخد اكتر من كده، بس هو ايه يعني مش الصراحه. تمام. يبقى هنا ايه which following the best pointer toward alcoholic liver disease. الكحولك لسه اتكلمنا في القصه دي، كنا بنتكلم 10 صح، كنا بنقول ال كنا ال AST اكتر من ال ALT صح؟ بتاع الكحول. الثاني اللي هو العكس، العكس كان ايه؟ الاوتوميون ولا كان الناش؟ الناش العكس. الكحول ال AST الاعلى اللي هي فيها الاس، ناس بتشرب سبيرتو يعني. ماشي. بتلخبط فيها، بتلخبط بصراحة، بتتنسي وبتتلخبط وحكاية. هي ال ALT ده عشان ده حاجة سبيسيفيك في الليفر، فأنا حافظاها إن هي حاجة ليها علاقة بالميتابوليك سيندروم أكتر. ماشي. عشان الكحول ده هيبقى مع الأوبيز ومع ال مع الدايبيتك، وهيبقى إيه اللي هو الناش. بالظبط. انما الكحول بالنسبه لنا حاجه اوت كده، فبنستخدم الاي اس تي اللي هو مش سبيسيفيك فور ليفري. ماشي. طيب سؤال تاني بيقول 29 year old woman has returned from her honeymoon in Maldives and complains of intermittent diarrhea, abdominal bloating, severe flatulence. She has been off her food since returning from holiday and has lost 2 kilo in weight. Examination is unremarkable, apart from mild abdominal distension. تمام. اللاب بتاعها الهيموجلوبين يعني معقول، الوات بي سيز عادية، البليتلت عادية، صوديوم، بوتاسيوم، كريات، اللهم سيرم سي ار بي. تمام. سي ار بي عادي. هي رجعت من هاني مون امتى؟ سنس تينك فروم هوليدي. تمام وماشي ذكر حاجه. طيب which of the following the most appropriate treatment؟ نديرها ايه؟ نديرها لوبرامايد، نديرها مترونيدازول، ولا نديرها ميسالامين، ولا اوف لوكساسين فلوكسين، ولا نديها بريدنيزيلون؟ شفت الحالة تاني كده يا دكتور حسن؟ هي عندها lost 2 كيلو نويت، ده عادي نورمال فلكيويشن بتهيألي، يعني مش هنعمل هايلايت عليه. بس عندها ابدومينال انترميتنت دايريا، وعندها سيفير فلاتولنس وبلوتينج. طب تمام. الاختيارات ايه بقى؟ الاختيارات عندنا لوبرامايد، مترونيدازول، ميسالامين. مفيش حاجه تنفع المترونيدازول او الفلوكساسين بس هي بما ان هي كل اللاب كويس ومفيش حاجه سيجنيفيكانت، اعتقد المترونيدازول ماشي، يعني مفيش حاجه سيجنيفيكانت في اللاب ولا دي غالبا جياردي.
عشان ان هي عامله زي نفس flatulence inflammatory bowel syndrome اه بس على يعني بتبقى نفس البكتشر يعني بس هي مش inflammatory flatulence سيبيك ده اللي هي بعد اسبوعين من السفر باين الكريشن بيرو بعد اسبوعين دي والانتميبا ياردي 10 ايام اه تقريبا اسبوع اسبوعين من الاطول فيهم الشيجيلا ولا الجيردا هو الجير ده كلينيكال بيكتشر ايكوال الانفلاماتوري باور سيندروم يعني هو عيان بيشتكي بنفس بالسيفير فلاتولنس بتبقى والابدومينال بين والضريريه كانه انفلاماتوري باور سيندروم اي ثينك يعني طيب ندي لها مترونيدازول مثلا ايه رايكم ماشي مترونيدازول ذا كلينيكال بيكتشر هي از بروبابل جيارديزيس فعلا فلاتولنس والابدومينال بلوتينج والكلام ده بوث مترونيدازول وتينيدازول هو الافضل طبعا مترونيدازول اقل في الكورس بتاعه افكتيف في الانترفينشن تو كلير جياردييا بروتوزوا 7 دي كورس مترونيدازول از بريسكرايبد وير از تينيدازول كان بي جيفن سنجل دوز بس ده ما بنشوفوش عندنا في بلادنا دي طيب ومش ميتاليك بتهيألي زي المترونيدازول ميتاليك تيست يبقى عندنا الجياردية نديله مترو نديلها مترونيدازول او تينيدازول مترونيدازول 7 دايز تاني سنجل دوز طيب ناخد سؤال تاني بيقول 41 year woman who work at stables ماشي يعني present to asthma clinic with worsening symptoms she is normally well controlled with twice day inhaled salmeterol مع فلوتيكازون كومبيند انهيلر يعني بتاخد لونج وبتاخد كورتيزون معاه تو دوزز تمام although over the past few months she has begun to cough much more and has notes increased wheezing she is also intermittent hemoptysis blood pressure 135/84 والبلس 70 وريجولار where there is generalized wheezes and auscultation of the chest طيب investigation هيموجلوبين بتاعها كويس الوايت بي سيز كويسه الايزينوفيليا عاليه ايزينوفيليا عاليه تمام عاليه قوي يعني المفروض هي 0.4 3.1 بليتلت ماشي صوديوم بوتاسيوم كرياتين Chest X-ray عندنا patchy areas of shadowing throughout both lung field عندنا patchy areas تمام وعندنا الاسبرجيلوس بيرسيبيتنس دي بوزيتيف تمام والاميونوجلوبولين اي عالي طيب which of the most likely diagnoses الالرجيك في اختيارين ايوه الالرجيك ولا الاسبرجيلوم مش بتاع الاسبرجيلوم دي اللي كان معاها الاسبرجيلوم الاسبرجيلوم بتيجي بكافيتيشن يعني في تشيست اكس راي بيكون في كافيتيز يعني بيكون واضحه انه كافيتيشن صح بريم بس اللي بيكون فيها شادوينج هي دايما ابابا هي الالرجيك ودي اللي بتبقى جايه بصوره بتاع أزمة وبتتعالج على إنها أزمة وفي الآخر أيوة uncontrolled أزمة فعلا ودائما بتجي في seasons بتكون تبع اللي هي الويند الخريف أو يعني بيكون في season دائما يعني الأسبرجيلوما كمان من الحاجات اللي هي بتيجي في الأمين كومبرومايز والعيان بيجي بحاجة هيموبتسيس أكتر يعني أيوة بيكون في history نوتسز بيبقى واضح الاسبرجيلوما دايما معاها هيستوري بتاع تي بي بس هو هون هنا قال برضو هيموبتسيس برضو بس انترميتنت بعد كده بيبقى حاجه قويه يعني اوبفيس يعني العيان بيشتكي بهيموبتسيس بكميات اكبر وبعدين العيان ده شغال في اللي هو في حاجه بيتعرض اللي هو بتاع الرايدنج ستابلز دي حاجه بتعرضه للموضوع ده اكتر هي دي الاوكيوبيشن ده هو ده بتلاقي القصه دي صح كده بدل معاها اوكيوبيشن برضو يبقى هتمشينا برضو صح برافو عليك ان انت بحثت الحته دي ستيبلز اقول لكم معناها على السريع كده برضو عشان ستابل ستابلات يعني تمام خلاص كده
هي allergic bronchopulmonary aspergillosis. The most diagnosed in patient who has asthma with worsening symptoms, xenophilia, inflammatory changes on the X-ray, positive aspergillus persistens. We giving the work, doing the patient work and reading stuff. يعني تمام. She likes has exposed للأسبرجيلاس. Oral corticosteroid هو علاجها والإترا كونازول هيقلل الإيه الكورس بتاع العلاج. وإيه التاني الجديد ده اللي هو مونوكلونال. أملي زيوماب مي value in patient who fail to response adequately to corticosteroid والإتراكونازول. زيوماب. أوكي. طيب ماشي ناخد سؤال تاني. بيقول هنا إيه؟ بيقول 61 year old man has come to respiratory clinic for routine review of asthma. On review of his observation in clinic, you note that he has had dipstick positive hematuria detected for the second time in the past 6 months. The presence of red cells was confirmed by microscope. There has no protein present in either samples. He is completely well and his asthma is stable. Physical examination in the clinic is unremarkable. Investigation بتاعته كان الهيموجلوبين يعني هو ميل فقليل يعتبر شوية. الوايت بي سيز معقولة. البلاتلت ماشي. صوديوم بوتاسيوم كرياتين تمام. بس عندنا اللي هو البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين كان 1 وهو أقل من 3 بالنسبة للإيش بتاعه فهو كويس. Which one of the following the most appropriate next step. راجل كبير تمام وعنده respiratory clinic. مش عارف ليه respiratory clinic وجايب لنا بالبيكتشر دي يعني ما علينا. عنده بيكتشر بي انت ما بعرف ستراوزر شارج ستراوس سندروم او شارج ستراوس هي رينو ريسبيرتري يعني قريبة كويس كرياتين بتاعه كويس اه كرياتين بتاعه اه بس هي ماتيوريا هل من الاختيارات يا دكتور حسن؟ الاختيارات هجيب لك الاختيارات طيب اعمل له هنا 2 ويكس كورس اوف تريميثوبريم انترافينوس يوروغرافي بروستاتيك بايوبسي بي تيست ان 3 مانثس ريفيرال فور فليكسيبل استوسكوبي. فاكرين موضوع الهيماتويوريا وال ما دام هو ستيبل تشيست ومفيش مشكله مفيش ابر ريسبيرات مفيش اي حاجه خلاص هندور على حاجه لوكال هنعمله سيستسكوبي ده رايي عشان ده هي بيسموها ريزيستنت باين ولا هي الريكرنت باين هيماتيوريا هي ممكن تبقى حاجه سيستميك واخده تشيست اللنج والرينال بس احنا قلنا اذروايز اللنج كويس مفيش اي نيو اونست سيمبتومز تمام دلوقتي خلاص يبقى كده احنا يبقى دي ممكن تبقى علاقه لوكال ومالناش يعني مش لازم تبقى تو سيستم مع بعض وخصوصا هو بيشتكيش من ايه لا عنده ديستيوريا ولا عنده اي مشكله صح عنده بيلس هيماتوريا بس هيماتوريا بس كان من 6 شهور وبيلس كمان ودلوقتي موجوده برضو خلاص لا يبقى هنعمل سيستوسكوب طبعا مش هنستنى عليه طيب يبقى ريفيرد فور فليكسيبل سيستوسكوبي Persistent microscopic hematuria, and we're going to call it persistent. In absence of other symptoms, we raise the possibility of the underlying, ممكن transitional cell carcinoma of the bladder في سنه ده. This makes flexible cystoscopy the most important next investigation, supported by a NICE guideline in the event cystoscopy. Negative, then contrast CT هتبقى ال next logical step. يبقى عندي resistant microscopic hematuria
في سن كبير زي كده ممكن يبقى ترانزيشنال سيل ادينوما، فاحنا لازم نبص عليه بالسيستوسكوب، ولو طلع نيجاتيف نكمل معاه كونتراست والسي تي. اوكي طيب سؤال تاني بيقول ايه؟ بيقول 67 year old woman referred to oncology clinic for investigation of metastatic disease. She was referred for radiological investigation after presenting to her GP with persistent lethargy. عندها 67 سنة. تمام؟ Her blood pressure 132-82 والبالس 88 وريجولار. She is thin. Body mass index 21. ويو كان فيل ليفر ايج اون بالبيشن والريكتال اكزامينشن از ان ريماركابل. الهيموجلوبين بتاعها قليل 9 وهي مايكروسيتيك وانيميا يعني شكلها ايرون ديفيشنس انيميا. الوايت بيسيز معقوله، بليتلت ماشي، صوديوم بوتاسيوم كرياتينين كل ده مقبول. عندنا الحاجات دي مايعة شوية مرتفعة، الكلاين فوسفاتيز مرتفع، الترانسامينيز مرتفعة والالكلاين فوسفاتيز مرتفع. تمام، وهنا الليفر ارتر ساوند هو الايدج بتاعه محسوس 3 لارج ميتاستيز وذين رايت لوب اوف ذا ليفر. عندها ميتاستيز في الليفر. تمام، الكلاين فوسفاتيز عالي والترانسامينيز عالية. Which of the following the most useful next investigation؟ نعمل لها كولونوسكوبي ولا نعمل لها سي تي ابدومين ماموجراف ولا بيت سكان ولا ابر جي اي اندوسكوبي؟ هي عندها كم سنة؟ عندها 67 سنة. كولونوسكوبي بتاعها الموست ابروبريت بيت على ما اعتقد بيت سكان اي ثينك، يعني عشان نشوف الكولايزيشن فين. هو البيتس صح، لان هو اساسا كده كده هو عارف الاوريجينال بتاعه في ثلاثه لوب، في ثلاثه ماس في الليبر، هو رايح عياده الميتاستاسيس. بقول لك في اول سطر في الكيس ان هو في العياده بتاع الميتاستاسيس، يعني انت واخد بالك ريفيو انفستيجيشن اوف ميتاستاتيك ديزيز. الكلونوسكوبي ده هيبين من الاوريجينال سورس مثلا كلوريكتال كارسينوما اي حاجه هتروح، انما البيتس هيتعمل على الجسم كله، هيبين الاماكن اللي هي اكتف في الجسم ماشي كله ماشي في البيتس. بس هو ايه احنا قلنا الموست كومون ايرن لما الناس الكبيره دي هيبقى كولون كانسر. هي الكيس دي كلها على الماكروسيتيك انيميا ولا على الميتاستيز؟ مش فاهم يعني انا دلوقتي نيكست ستيب الميتاستيز ولا الانيميا؟ هي الكيس كولكشن كده لو حد بيقول لك ايه الموست يوزفول نيكست انفستيجيشن بشكل عام ما نتكلمش على عشان انيمي فعلا ليفر كولونوسكوبي. طيب نقول نشوف الاثنين، نشوف الاثنين كولونوسكوبي. This patient has microcytic anemia with abnormal liver function test to liver metastasis identified on the liver ultrasound scan. ماشي ما قلناش حاجه. Given the absence of upper or lower GI symptoms and right-sided colon cancer is the potential cause of her presentation. The optional next step is confirmation with tissue diagnosis. Biopsy يعني ولا ايه؟ So that therapy can be appropriately targeted as such colonoscopy is the most appropriate next step. هو بيقول هنا the optional next step. ما هي البيتس هتعمل نفس القصة. يعني هي البيتس ما هتوريني الاكتف ماس اللي موجودة في القولون وتوريها لي اللي هي واخدة الإشعاع وفي اكتف ماس هنا في منطقة في القولون. بس هو تقريبا هنا بيتكلم على البيوبسي كده هيأكد بالبيوبسي بالظبط. هي الديفرنس بس ان هو فعلا هيديك هيستولوجي بتاع الكانسر ده ايه. طيب هنا خلينا نشوف الثانيه برضو. البيت سكاننج مي بي يوزفول في الورك اب اوف كولون كانسر بارتيكولاري اوف ريسكشن اوف ان ايزوليتد ليفر. لو كان في ايزوليتد ليفر ميتاستيز از كونسيدرد
considered. This is because it can detect other distant lesion. وهي دي الفكرة اللي تميز ده عن التاني. At this point, however, obtaining a tissue diagnosis via colonoscopy is more useful next step in evaluation of this patient disease. هما الاثنين ينفعوا. ميزة التاني هيدينا الهيستولوجي، ميزة ده ممكن لو في other distant lesion هيجيبها. بس احنا ايه اللي قصه ال على حسب احنا عايزين ايه يعني. هو انت لو عايز تعمل الانيميا هتعمل كولونوسكوب، عايز تعمل الميتاستاز هتعمل البيت طبعا. بس هو كومون از كومون يعني، انت خدت بالك كومون از كومون. ده عنده ايرون ديفيشنس انيميا وعنده ليفر ميتاستاز، ايه اللي بيرشق اللي في الليفر اول حاجه؟ هتبقى ماشيه مع الكولون يعني متهيألي. طيب امبارح كان اشرف اتكلم في قصه انه كان بيحدد تحديدا، بيقول لما يبقى في كولون كانسر سنجل ليجن يبقى الريسكشن هو مش عارف كان بيقول بالتحديد ولا كان ولا كنا بنتكلم. لا هو كان بيقول لو في سنجل ماس في الليفر دي تتعالج بالريسكشن دي من الحاجات ماشي. احنا ما احنا كنا بنقول كده معاه، بس هو رجع قال لك تحديدا كولون كانسر، ودي اللي اختلفنا عليها امبارح. ايوه احنا قريناها امبارح كده. طيب ناخد سؤال تاني بيقول ايه؟ دكتور ايمن اهلا بيك يا دكتور ايمن. دكتور حسن ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الله يديك الصحة. الحمد لله. ناخد سؤال تاني بيقول ايه؟ 42 year old woman come to rheumatology clinic with progressive weakness. She is the set عندها 42 سنة. She is finding it increasing hard to get up out of low chair compare hair مش قادرة يعني البروكسيمال ماسلز من الآخر لا قادرة تمشط شعرها ولا تقوم من الكرسي وكلامب the stairs. طيب she is not able to continue with her job as a guide at local museum. She has no medical illness and take no regular medication. Her blood pressure كويس والبلس كويس وريجولر، بس الباور عندها 4/5 في البروكسيمال ماسلز اوف هير ابر اند لور ليمز. الهيموجلوبين بتاعها يعني معقول، الوايت بي سيز ماشي، بليتلت طبيعيه، صوديوم بوتاسيوم كرياتين، عندها تي اس اتش كويس، عندها السي كي بالالافات. وقلنا سام تايمز بيبقى مع البوليمايوسايتس بيبقى معاها السي كي. كان بوليمايوسايتس وايه كان تاني؟ الدرماتومايوسايتس. قلنا الدرماتومايوسايتس ساعات بيبقى معاها بر الروماتيكا. الروماتيكا دي اللي بيبقاش معاها سي كي. طيب هنا which of the following antibody most specific for likely diagnosis here. احنا عندنا كده بوليمايوسايتس، احنا بنتكلم على انتي ايه بقى؟ جوان. انتي جو، انتي جو 1 صحيح. الام ده اي ده كان بتاع الدرماتومايوسايتس. الانتي سموث ماسل وده ملوش دعوة يعني، ده بتاع كان ال الأسمة تبع أوتوميون هيباتايتس ولا كان إيه؟ أيوه أيوه أوتوميون هيباتايتس. تمام. طيب والتاني حاجات بقى إيه بسيطة نعديها. هنا بيقول أراوند 20% من البيشنت عندهم بولوميوسايتس إيه هيبقى معاهم أنتي جو 1 أنتي بودي موست لايكلي دياجنوزيس. تمام. مفيش أي حاجة جديدة. أنا عارف كورتيكوستيرويد are the initial intervention of choice. طيب ناخد سؤال تاني بيقول 45 year old alcoholic is reviewed in emergency department. He has a severe epigastric pain, vomiting over the past 12 hours as well as one previous admission with acute pancreatitis. تمام. He has duodenitis for which he take omeprazole. Temperature بتاعته 38 والblood pressure 95-82 والبلس 100 regular. She is thin very tender in the epigastrium with guarding. طيب الهيموجلوبين واقع، الوايت بي سيز عالية شوية، البليتلت قليلة، البليتلت قليلة تمام بس مش أقل من 60 يعني. الصوديوم البوتاسيوم 5.2، الكرياتين عالي، الاميليز عالي، الكالسيوم كويس،
جلوكوز كويس، الانزيمز مايعه، البيليروبين طبيعي. طيب which of the following the most likely diagnosis؟ في 45 سنه والكوهوليك وعنده سيفير ايبيجاستريك بين وفوميتنج من 12 ساعه وكان عنده بريفيس ادمشن في اكيوت بانكرياتيتس. هاكاردينج مش كده؟ هاكاردينج ده مصيبه، هاكاردينج ده مصيبه فعلا. هايبرفريتد بي اي دي هايبرفريتد جدول الالسر. عنده انيميا وتكيكارديا وعنده انيميا بريشر، والجاردنج لوحدها دي بتساوي سيرجيكال ابدومين برضه. الجاردنج بس هو الفايتال بتاعته على اللومورمان يعني، مش بس الجاردنج ده معروف ان هو مصيبه يعني. سيرجيكال ابدومين. طيب برفريتد ديدنال السر given the evidence of shock here مع هايبوتنشن تكيكارديا وبايركسيا الحاجات دي as well as the epigastric pain and guarding هيمشي مع perforated duodenal ulcer most likely diagnosis especially with patient with known have peptic ulcer disease modest increase in case fits with diagnosis with CT abdomen investigation of choice to confirm the diagnosis. تمام حلو. يبقى لو عشان معاه شوك شوكت ومعاه سيفير بين وذ جاردنج يبقى هيمشي اكتر مع الديودينال ألسر وناكد الدياجنوز بالسي تي ابدومين. ماشي. والسيرم اميليز برضو معاه. تمام. طيب سؤال تاني بيقول 72 year old woman is referred to dermatology clinic with painful blistering rash skin rash with a multiple lesion over her body and affecting her mucous membrane. يعني معاها ده النوع اللي قلنا اللي بيبقى معاها mucous membrane يعني قصده في البق يمكن هنا صح؟ The blisters are flaccid and ruptured to leave painful skin erosion. She tells you that the blister appear first in her mouth then progressively rapid. Examination review multiple flaccid blister skin erosion or extensive ulcer ومش عارف ايه الكلام ده. هنا بقى ايه الحاجة المميزة اللاب بتاعها سير اكتيف بروتين عالي والهيموجلوبين ناقص شوية وبقية الحاجات يعني معقولة. بنفيجوس كان عندنا نوعين بنفيجوس 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 لان في ميوكس ممبرين. البنفيجوس هي اللي بيبقى معاها ايه اللي بيبقى معاها موست لايكلي دياجنوز هي بين ماجوريتي اوف بيشنت وذ بلاسيد بلسترنج. الثانيه بتبقى تقريبا تنشن بلسترز اوكير في الماوث ذن رابيدلي سبريد تو انفولف البودي. البلستر ار لارج بلاسيد بينفول يوجوالي اتشي بتبقى نوت اتشي. الثانيه اللي بتبقى اتشي نوت اتشي تمام يبقى الثانيه هتبقى اتشي. الثانيه دي اللي هي مين معلش ايه الثانيه دي اللي هي مين مش قلنا في حاجتين بام 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 فيجويد والثانيه بام فيجويد بام فيجويد هجيبها لك تحت. دي بيبقى معاها الانتي بودي اللي هو دي اسمه دي اسمه لجين 3 وايه ايه تاني فيها تعالج بهاي كورتيكوستيرويد هاي دوز سيستميك كورتيكوستيرويد. تمام. الثانيه بقى يا دكتور محمد اسمها اللي هي البولس بامفيجويد زي البنفيجوس بس هنا الراش بتاعها بريزنت وذ راش كاركترستيك باي فلاسيد بلستر اور ذو يوجوالي ماركتلي اتشنج. هي دي بقى دي فرق من ضمن الفروق ومعهاش اورال كومبيرت بونفيجوس. الاورال كافيتي نيوكس ميمبرين ار اوفتن سبير فروم ذا ريجن سبير مش معاها اورال ولا حاجه ولا ميوكس ميمبرين. ثانيه يبقى مش معاها ميوكس ميمبرين بس هي اتشي. ثانيه معاها ميوكس ميمبرين اورال اتشي. الاثنين عيال نفس الحاجه الاثنين بيبقى معاهم بتاع بلسترنج السر بس دي كانت تنشن بلستر تقريبا
والأولانية كانت في لاسيد بليسترز. أنا فاكر إن الموضوع البليستر كان فيها فرق برضه. الاثنين بيتعالجوا بالكورتيكوستيرويد. الانتي بودي هنا مش جايب سيرته، يعني ليها انتي بودي كده معين بس انا ناسي اسمه بصراحه. طيب سؤال تاني بيقول 29 year old man present to clinic to review suffered from increased lethargy and intermittent diarrhea over the past few months. He underwent splenectomy some 10 years ago and his brother and father have also had their spleen removed. His blood film show number of blood cells containing holy bodies, ma'am. Which of the following the most likely underlying causes? بتاعت الجلوكوز قلنا بتاعت ال لا الثانية بيت 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 كان اسمها ايه بتاعت الجلوكوز اللي هي المعضوضة دي؟ هاينز بودي. هاينز بودي هاينز بودي صح. طيب اللي عمل القصه دي؟ الاثنين يشيلوا السبلين. خلاهم الاثنين يشيلوا السبلين، كلهم يشيلوا السبلين. فرديتيكوزز عشان عشان يخفف التكسير في الـ في الـ في الـ في الار بي سيز، قاموا شايلين لهم الايه؟ السبلين صح كده؟ ايه تزوم الدم تمام.